من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إلهي وحلي سبحانه وتعالى قوة نرشى الدنيا قرح ديد الرادنية عمل كودة ووفرنا نبي إلهي لذا وحبال لك النقصة مني. يعني إنه قال يا هاي عمل كيس أدنكو خساري معي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما آخر مركة الله تقول نتيجة ماله عمل كودو وحن نتائج لي هي أدنك كان أدنك وحصصار لي أدنك دولة نمالي أدنك هقامين لي هي آخر السه عمل كودي ونكسنا وحبا مطره سيدا أوقيت